السلام عليكم، معكم أنس في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أريكم كيفية تشغيل جميع القنوات مجانا على هواتف أندرويد بدون أن يكون لديك رصيد. هذه الخدمة تشتغل على معظم هواتف الأندرويد وعلى شركة اتصالات المغرب. كما نعرف أن شركة اتصالات المغرب تمنحك عدة مزايا، من بين هذه المزايا مشاهدة القنوات موبيل زون مجانا، ايضا يمكنك مشاهدتها في اي وقت وبالمجان. كيفية مشاهدة قنوات موبيل زون؟ تقوم اول شيء بتفعيل خدمة موبيل زون. كيف تقوم بتفعيلها؟ تقوم بارسال كونفيغوراسيون. اول شيء نقوم بالضغط على نوفو، ثم نقوم بكتابة كونفيغ موبيل زون، ثم تقوم بارسالها الى رقم 505 هكذا. بعد ذلك تقوم بالضغط على envoyer بهذا الشكل، ثم تقوم بالضغط على هذه الأيقونة أو وضع علامة على الخيار، ثم توجور. ننتظر إخواني، ثم ستأتينا رسالة أولى وسوف تأتينا ثلاث رسائل أخرى من بعدها. ننتظر إخواني، كما ترون هذه الرسائل، هذه هي الرسائل، رسائل الإعدادات. نقوم بالضغط عليها، ثم تقوم بتثبيت هذه الرسائل خاصة بإعدادات داتا موبيل أو دونس موبيل. تقوم فقط بالضغط عليها والضغط على انستول، تقوم بتثبيتها كلها. بعد ذلك إخواني تقومون بإطفاء الهاتف وإعادة تشغيله، هذه الخطوة ضرورية. بعد ذلك تقومون بتثبيت أو تحميل هذا التطبيق الذي ستجدونه أسفل الفيديو إن شاء الله. بعد تثبيته تقومون بالضغط عليه ضغطة واحدة، ثم تقومون بتشغيل الداتا موبيل أو الدونس موبيل هكذا، ثم ننتظر. هذه هي واجهة التطبيق إخواني، واجهة رائعة ومنظمة. أيضا التطبيق يمنحك عدة قنوات كما ترون معي، قناة الرياضية، قناة السادسة، قناة القرآن الكريم، وقناة الجزيرة وعدة قنوات أخرى. كما ترون معي التطبيق حافل بالقنوات المجانية. أيضا إذا لم يكن لديك أي رصيد يمكنك تشغيلها في أي وقت. مثلا نقوم بتجربة قناة معينة، مثلا قناة الرياضية، نقوم بإزالة هذا الإعلان، ثم تظهر لنا أيقونة مشاهدة القناة، نقوم بالضغط عليها ضغطة واحدة، ثم ننتظر ريثما يتم تشغيل القناة. كما ترون معي إخواني ننتظر، القناة شغالة 100% وبالمجان. أنا أؤكد لكم أنني ليس لدي أي رصيد على حسابي على الإنترنت أو في البطاقة سيم الخاصة بي. كما ترون معي إخواني كل شيء شغال 100% بدون تقطعات وبجودة عالية. أيضا صراحة ميزة رائعة في هذه الشركة. كما ترون معي القناة شغالة 100%. مثلا إخواني نقوم بتجربة قناة أخرى أو قناة معينة أخرى، مثلا قناة الجزيرة، نقوم بالضغط على مشاهدة القناة ثم ننتظر. كما ترون معي قناة الجزيرة الإخبارية شغالة 100%. أيضا يمكنك تشغيل أي قناة أخرى، جميع القنوات تشتغل 100%. هناك قناة المغربية، قناة ميديا، قناة ميوزيك، تي في 5. نقوم مثلا بتجربتها، نقوم بالضغط على مشاهدة القناة ثم ننتظر. كما ترون معي قناة تشغل 100%، جميع القنوات تشغل بدون نفاق أو أي شيء. إلى هنا إخواني أتمنى أن يعجبكم الفيديو، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على سبسكرايب، لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ونضرب لكم موعدا آخر مع فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.